بس احنا هنبدا نتكلم عن المفرده وعن ان هي كيف ممكن واحد بيتذوق. عموما المتلقي ده هو ما انت لما تسمع مثلا شعر وكده هو بيستمتع، لكن انت نفسك ككاتب وك انت صانع المفردات دي كيف بتستمتع بكتاباتك؟ المفرده بتختلف من شاعر لشاعر على حسب الذوق، برجع لمغدره الشاعر في معاني اللغويه طبعا. يعني يقدر يوصل المعلومه لمدارك المستمعين. يا سلام. طب احنا عايزينك دي مساحه عشان توصل احساسك ده للمستمعين والمشاهدين ان شاء الله. نديك في الغزل تلاقي الخلاني يبحر فوق جمالك وموجك زايد مده فيك اوصافا يا فلانه ذاته ما بتعدي العسل اما ضقوه كيف طاعم ما جاب العسل قارس خديد الناعم. وقلت لها برسل لك تحايا من العبير تتعطر وبكتب فيك حروف من الذهب تتسطر بس انتي ارسلي لي نسيمك منه شان يتعطر امر المولى رضيان بو علينا مسطر. وتاني قلت لها في مجالسي ماخذة كل السيرة خلتني في حالة صعب تفسيرة تايه ولي زمان في حيرة وين القميص من ريحة عيوني تبقى بصيرة وقلبي في باقي البنات عميان وفيك انت بصير وفي الحال العلي منك بدور تفسير مرضان بيك انا والعلي كثير وفي عنبر هواك بس شوف لي سرير وفي عنبر هواك بس شوف لي سرير. يا سلام. طيب يعني السودان طبعا اكيد هو متنوع والتنوع الحاصل ده هو بيخلي انه يعني ينتج مدارس كثيرة من الشعر وتفاصيله كل واحد بتكون عنده لونيته وإحساسه. أنت بتميل لأي مدرسة من مدارس الشعر؟ والله أنا بميل لمدرسة كتابة يعني المرابيع ممكن تقول الشعر عندنا متوارث يعني الوالد ربنا يمتعه بالصحة والعافية صحة والعافية شاعر برضه. حلو. يا سلام يا أخي. طب ده الحاجة ممكن تكون يعني ما كل واحد هو بيجي الدنيا دي بيكون عنده ملكة ما في حتة ما، لكن أنت مثلا ممكن هل وجود يعني الوالد أنه هو لا هي أصلا موهبة، الموهبة دي بتتولد من الأحاسيس اللي أنت والمواقف اللي أنت بتمر بيها. يعني أنا ما ممكن أكتب عن حاجة ما حاسس بيها، بيكون الشعور مختلف تماما ما صادق في التعبير وحتى هتصل كمان للمتلقي بطريقه ما حلوه. طب كيف قادر تنمي الموهبه دي؟ كيف نميتها؟ والله الموهبه نميتها يعني بيجيني الملكه دي ما بيجيك طوالي كده يعني الا ما يمر بك موقف انت بتكتب عنه، لكن يعني انا كده ما زي ما تقولي ما جاري وراه كثير جاري ورا العلم وكده ما. يا سلام يا اخي. طب بتدرس شنو ولا خلصتها ولا بتعمل في شنو؟ بدرس هندسه مدنيه اوكي في جامعه السودان العالميه سنة رابعة. يا سلام يا أخي. خلاص زي ما بقول بالسودان كده دربك مرك إن شاء الله روح موفق اللي قدام. طيب عايز أخذ معك برضو واحد من النصوص الثانية اللي نسمع معك أنا والسادة المشاهدين. أقول لك في يا رطب المدينة والقصيم أسأليه الليل والنهار ضل الصباح وشجر النيم الخلاني يمرض وبعذابي كهيم عايشين في شقاكي وعايشة في نعيم واسأليه نقطة نقطة المطر الصبة من فيض اشواقي في بيتكم كبه يا ما بتحسي بالقليبك صبه من منت القساوه دعبه القلب البريدك غيرك جد ما حبه بادليه الريده شويه وحبه ويا جميله ويا لذيذه ويا لزازه يا بصمه الروح يا ملازه انا في بحورك وين سفن هواك من غازه بس سالتك وليه لماذا قلت عرسك في الاجازه يعني ذنبي عشان بريدك بالعذاب اتجازه يا دفاعي ويا هجوم يا ارتكازه يبقى لو باريت دربك او قليبي عليك ازازه يتحلق والله هذا. تاني نديك بس ده موقف حاصل يعني عشان احنا نفهم صح. موقف حصل الله يعينك والله فعلا والله الله يعينك ويعوضك ان شاء الله. اللهم امين جمعنا. عايز تقول حاجه ثانيه ولا نواصل معانا؟ ويال في العوده قلت لي عنوانك مهما اوصف واقول انا ما بقى في وزانك جيتك رسمي غرقان في سيول فيضانك وعندي نيمه ريدك وفاقد دم منك سحنانك وعندي نيمه ريدك وفاقد دم منك سحنانك. طيب يعني بس معلش بدري عايزه اجيب على انه المفرده العاميه دي ما عندها مكانه قريبه جدا لوجدان السودان عموما وجدان الشعب السوداني، فكيف انت قادر توظف يعني العاميه في مفردات بسيطه في كده في من خلال كتاباتك والنصوص اللي انت بتكتبها؟ انا دائما بحاول انه الكلام يكون سلس سهل لمدارك المستمعين. طيب
دي حاجة حلوة. فطب أيوة. في طريقة معينة أنت بتستلها من الكتابة ولا كيف يعني؟ أنت قبل شوي قلت لي هي مواقف بتحضرك بيكون حاصل فبتمسك ورقة وقلم وبتقعد تكتب. هل ممكن أنت يكون في جو معين مثلا إلهام معين أنت بتعيش فيه عشان ما تبدع؟ والله يا أخي الشعر ده لازم يكون نابض من أحاسيس. لو ما كده بيكون ما صادق يعني شعور ما بيكون مختلف. طيب انت ممكن تقعد شهور مثلا ما تكتب حاجه لو ما مر عليك موقف؟ عادي ممكن تقعد شهور الا يمر عليك موقف. يعني موقف ذاتي وكنا نأثر فيك. طب احنا عايزين مواقف ثانيه قد تكون اثرت بالفرح مع يعني الدنيا صباح يعني عايزين حاجه فرح وبهجه وامل اكثر. اقول لك برضو يا هو في قلت لي شالت الخطوه فينا وكنا جماعه متلمين بعد ما عدت خلتنا ليه اثر القدم كايسين. لو ما ربك ستر وتحصلنا بياسين كان شالوا فينا الفاتحه وختموها بامين. وحلفتك بالذي خلق الجحيم والجنه اسرع في الردود انا ماني قادر اتسنى. لو صوت الرسائل بالغلط بصرنا من الفرحه تقول الزول دخل الجنه. وافتك في دروب الهوى لو داير تعرفه قصص الغرام الصادقه ما ونصفه. حالتن عليك الزاب وكان قد بوصفة راجل كريم بس يزعفه وراجل كريم بس يزعفه. يا سلام يا أخي. طب يعني بدري أنتوا أكيد بتتلاقوا طبعا كمجتمع بتاع شعراء في منتديات في لقاءات في غيره فكل واحد يعني بيقدم طرحه. فهل أنت ممكن يعني توجه انتقاد مثلا معين لشاعر ولا كيف الطريقة بتتم؟ كيف أنت بتتلقى مثلا من زملائك؟ والله يا أخي حقيقة أنا ما حصلت لقيت نقد يعني كلامي دائما قاعد أحاول بقدر الإمكان يكون موزون. لكن النقد حاصل خاصة في الفترة الأخيرة دي يعني حصلت ما يعني الزول بتلقاه كاتب كلام ما 100% ما موزون ما معظم الشعر ما بيوزنوا الغافية. فطب بتوجه لهم رسالة إنه شنو عشان هم يعني يمشوا لقدام بطريقة كويسة على حسب اللي أنت تابعتهم ده؟ والله بوجه لهم رسالة إنه يحاولوا الغافية تكون موزونة الكلمات تكون متناسقة يكون فيها سجع. بس برضو ممكن تكون مدرسة مختلفة يعني مدى الناس تلتزم بطريقة معينة أو كان الخروج عن المألوف برضو بكون هو حاجة جاذبة وحاجة مختلفة للمتلقي. الزول لما يميل للمبالغات ما يحاول يشطح شديد. أيوة. وصلت. طيب يعني أنا عايزة أعرف معك شنو أغلب المشاكل ممكن بتواجهوها أنتو كشعراء؟ والله أنا لحد الآن ما واجهتني مشكلة في الشعر في كتابة الشعر. يعني لي حوالي 7 سنة بكتب شعر أصلاً. كان كنت زمان بستمع استماع لكن في النهاية لقيت أنه عندي الموهبة بتاعت الكتابة وبقيت أكتب. حلو. طب احنا عايزين نسمع حاجة تاني لو في امكانية تسمع تاني. منتظرة موقف يحضرك ولا لا؟ لا لا ما منتظر موقف. دار اقول لك قول. يا ربي الكريم انا امري عادي دعسر وجيتك راغب الامر العلي يتيسر. 5 سنين بريدك وخريف هواي ما مسر يشهد ربي انا جملة فيك مكسر. ويا رطب المدينة والقصيم أسأليه الليل والنهار ظل الصباح وشجر النيم. الخلاني يمرض بعذاب كهيم عايشين في شقاك وعايشة في نعيم. تاني نديك 5 حروفة ما بقدر أعيش من دونه. سبحان من كال الجمال وفلان زاد معونه. فيها حشمة حير خلك من عيونه ولونه شبهت الحور في الجنان مكنونه. يلا يلا حلو. الناس لو عايزه تتواصل معك البدري انت عندك صفحه عندك منتدى بتشارك فيه؟ عندي صفحه في لكن ما قاعد اشارك فيها الشعر يعني بخاف يسرقوه ولا كده. اوكي. بس برضه العام في جهات ممكن تحفظ فيها طبعا حقوقك بطريقه كويسه تاخذ مجموعه من النصوص بتاعتك وتوثقها في الملكيه الفكريه وتحفظ حقوقك برضه ممكن تكون اتجاه كويس. ونشوف ان شاء الله دواوين معاك ودائما يا رب ناجح وكمان موفق. لو حابب تقول حاجه اخيره او توجه رساله دي مساحتك فتفضل. مشكور كل حسن استضافتكم ان شاء الله الغادي مجمل ان شاء الله. احنا سعيدنا جدا صراحه بوجودك معنا البدري ويا رب موفق دائما.